والسلام عليك. صباح الفرفشة والنعناشة يا معلم. اهلا ابو الفرج افندي، صباحك مسكر وانت صباحك معسل. يا فكيه بالقوي يا حبيبي على كلامك الخفيف، وانا احب بطيرك الظريف. ناولني فطرتين ناول. اناولك عينيا، حياتي قلبي عمري. عمرك ده ما اتاكلش. يا فكيه بالقوي يا حبيبي الكبير والصغير. يكرمك ربنا، لو ان احسن طالع من الحمام ميت من الجوع. اتفضل بالهنا والشفا. شفاك الله. خد خدك وابور. ايه خدني وابور؟ لا على الحجاز يعني. ان شاء الله نكون سوا انا وانت. السلام عليكم. عليكم السلام. لا سخنين عاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ يمكن الرزق بعته لنا ربنا. ايه عيل؟ لا حول الله. بس 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 بلاش فضايح، خليك مطرحك هنا وربنا يتكفل بك. الله يجازي. يجازي 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 يجازي. رب تنام يا دي المغموم علشان احطك هنا واقدر ازوق. رب تنام يا نور العين، معرفش انت جتني منين. رب تنام يا رب تنام. اهو كده سكتم بكتم. الله يهديك على مطرحك تاني. ديه دي انت رجعت تاني ولا لا ده انا بس زي اللي سمعت حد بينت عليا. لا يا شيخ، انت فاكرني ايه قدام؟ ده انا فموي طاير. ايوه، ما هي الطايره دي وقعت على دماغي. ها، ودماغك دي ما كانش فيها عقل يقول لك ان المشي الوحش حرام. لا، هو اصل ال ايه، انت ما عندكش ضمير. اللي زيك يعمل بالخفا عملته السودي، وعلشان ما يتخلص مني يرمي لحمه على جريحة الطريق، يحدد بيده فرزة كبده، ولا يخافش من عجاب الله. يا راجل اصطبح، استغفر ربنا، انت لسه جديد هنا ما تعرفنيش. اديني عرفتك بحملتك السودة دي. اتخلصت من المخلوق، تتخلص ازاي من الخالق يوم الحشر العظيم؟ تعمل ربنا ما نهويش وانت غرقان لششتك في المعاصي. بسمع. اسمع انت، اوعى تفتح بوقك، خد الجنين وخش بستر وسلامة، ناخدك على الكراكون وخلي فضحتك للسما. لا سما ولا ارض. انا عارف انت طلعتلي منين. تعال انا وانت على الله بقى. اطلع. يعملوهم ويخيلوا. والله مخك اترج رج يا فرج رج. انت بتعمل ايه عني؟ لا ما اصل اصل انا اللي اتلبخ. يا راجل ايه اللي مخبله؟ اللي خبلني اصل اللي خبلني هو اللي خبلني. عيل يا مصيبتي السودا. يا مصيبتي انا اللي سبح تجواه. انت جالك منين ده؟ تحت الارض. قد لما تبجعها تتجوز عليا يا راجل وانا مش عارفه. استرحي يا وليه، مفيش كلام من ده. قول لي اسمع، ايه مرتي شكلها ايه؟ متاكدها من انت؟ بلاش توهم احيط في ايه. وانا اللي هلفتني على الميه تجمد والنار تجمد، ما صدقك يا ضلال يا غشاش يا عليل السر. صوت ما
تفرجيش علينا الناس للجيران تصحى وتبقى فضيحة. اهلا بابا. مساء الخير عليك يا نرجس. مساء الخير عليك يا بابا. انت يا بنتي لسه صاحية لحد دلوقتي ليه؟ امال عايزني يجيني قلب انام واسيبك انت تخبط؟ يا روح عليكي، واللي انا متجوزها دي بتنام ويا الفراخ؟ جنينة مسكينة يلزمها الراحة، لما اروح على بال ما تقلع اكون جهزت العشاء. لا تعال تعالي يا قلبي، تعالي تعالي. قولي لي بقى عملت ايه وايه 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 النهاردة؟ شوف يا سيدي، لما جيت من المدرسة كنست ومسحت ومسحت جزمتي وجزم الست اعتدال. ست اعتدال؟ اختي. ايوه. وحد في الدنيا بيقول على اخته ستي؟ انا مش قلتلك 100 مرة ما تقوليش الكلمة دي؟ لكن ايه؟ هي على راسها ريشة وانت على راسك مقشة؟ نينا هي اللي منبهة علي ان اقول كده، تزعل مني بعدين. تزعل ولا تعض في الارض؟ من هنا ورايح مش عايزك تجيب الكلمة دي على لسانك ابدا. لسانها ينقطع ان بطلتها ولسانك انت كمان فوقيها. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بيقولوا ما بيطلعوش ليلة الجمعة. هي ما شاء الله، دي التربية اللي حضرتك بتربيها لها. وانت يا مقصوفة الرقبة مبسوطة ومفتحة ودانك قد كده؟ انا يا نينا. امشي الجري خشي جوه. حاضر يا نينا. لا حول الله. بقى اسمع، انت البتيني ما تتحشرش في امرها ابدا لطين عشتك. مهم طينه هي ناقصه طين؟ ست اعتدال. والستطيه دي لزومها ايه؟ ستها وتجرسها وست اللي يشدد لها كمان. نرجس ما تيجي تنامي جنبي. نينا صح، ما تخافيش. لا لا احسن تموتني. ربنا الحمد. وقف يا تنتين، للجلابية تطلع قصيرة عليك. تعمل ايه يا نينا؟ لقيت الكلب يا عين امك بيقفقف من البرد، صعوب عليا، بعمل له جلابية تدفيه. والجلابية دي مش اولى بها اختي نرجس؟ مش هي كمان بردانة وبتقفقف؟ الله الله، من يا بنت علمك الكلام؟ يعني الكلب عندك اعز من اختي واعز من ابوها كمان. بكره تنبه عليه ما تقولوش راخر الا يا ستمت مفندي. نعم، هتبتدي تقر، ولما بسلامتها محتاجه لهدوم ما بتبيع لهاش ليه النرجسه اللي في صدرها وتشتري لها بيه. النرجسه؟ انت دائك وداء النرجسه. انا مش قايل لك من زمان النرجسه دي يستحيل تتباع ولا تتخلع من رقبتها ابدا؟ الحمد لله يا رب لقيت. مبروك يا نرجس. الله، محمود خضتني. صحيح اتخضتي مني يا نرجس؟ قد كده انا بخوف. نرجس اعتدال. عايز حاجه يا محمود؟ فين نرجس؟ بتكلمي مين يا بنت؟ دي حميده اللي انا خدمت الجيران، كانت بتسالني عن الساعه. اللي قلت لي الساعه كام يا دلعت يا ست اعتدال؟ الساعه 11 يا حميده. 11 ساعه وهنا عليكي يا روحي. هي فين اللي تنقرس نرجس؟ راحت السوق يا نينا. كل ده في السوق بموتها اللكعيه، نهارها اسود النهارده. اسمعي يا حميده. يا حميده وحياتك تختفي رجلك لغايه السوق تستعجلي اختي نرجس. عيني يا روح يا نخليتي. بسم الله الحفيظ، عامل كده ليه؟ هاتي بوسه يا امه. الفل يا ميت صباح الفل يا فل، اهلان بزيت الكل الكل الكل، يا ميت صباح الفل يا فل،
اهلا بست الكل الكل الكل. يا ميت صباح النور يا عم عبد النور. يا ميت صباح النور يا عم عبد النور. ما تلمع البنور وملى المحل بخور يحميك من المقدور وعين حسود. يا ميت صباح الكل يا كل اهلا بست الكل الكل الكل. يا ميت صباح النادي يا عز اهالينا. يجعل صباحنا صباح هادي ويحمينا. وإن جاء علينا المساء وإن جاء علينا المساء وإن جاء يساعد ليالينا 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 وحدة وأهل البلد وحدة وأهل البلد نبلغ أمان. صباح الفل يا ميت صباح الفل الفل الفل. يا ميت صباح الفل يا فل اهلا بست الكل الكل الكل. يا ميت صباح الفل يا فل اهلا بست الكل الكل الكل. يا ميت صباح الفل يا فل اهلا بست الكل الكل الكل. نرجس 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 انت فين؟ امك مقومه القيامه في البيت. ليه كف على الشر؟ علشان اتاخرت دلوقتي. هو انا لحقت؟ طب يلا بقى اكفي الشر، ربنا يفوت النهارده على خير. يا رب تديها طولة البال يا رب. اقول لك الحق، امك دي شرانيه تستاهل الحرق. اخطى عليك يا محمود، اوعى تقولها مره تانية احسن ازعل منك. ليه بتحبيها قوي؟ هو في ايه في الدنيا اعز من الام؟ لما تكون حنينه مش زي دي شرانيه دايما تضربك. ومال بتربيني هي؟ تربيتي مش مسؤوله منها؟ اشمعنى ما تربيش اعتدال بالطريقه دي؟ طب ما انا ابويا بيحبني اكتر منها. ابوكي بس، الدنيا كلها بتحبك. وانت كمان. انا؟ انا لا. كذاب، انت اول. هات بقى شفتك بعافيه. على فين راح؟ فين؟ اشوف في المطبخ. لا لا لا، المطبخ ما عادش يبقى ينفع ابدا. وبعدين بقى اشوف في السطوح. طيب احسن. امتى؟ الحد اللي جاي. الحد الجاي كتير قوي. اصل الغسيل عندنا يوم الحد. الغسيل يوم الحد؟ ايوه. طيب فقصة. يوم الغسيل فقصة. يوم الغسيل يا حبيبي. الله الله، الكلام ده ايه بقى؟ امبارح كان فيه ورده بيضه مفرعه. يا نينا، هو فيه ورده بيضه تطلع في وسط ورده احمر؟ عجايب، بتكدبيني يا بنتي؟ ده انا شايفاها بعيني. خلاص اذا كان فيها بقى انا اللي خدتها. لا، الترقيع ده انا معرفوش. القطفه دي مش قطفه ايدك ابدا. يا اخواتي ايه التلكيك ده بس؟ هي قطفه الايد بتبان كمان. العوافي يا نينا. جيت يا وش النكد، السوق ده فين؟ في بلد تانيه؟ الورده البيضه اللي كانت هنا راحت فين؟ ما شفتهاش وحياتك. ايه يعني؟ عفريت خطفها ولا قطعت نفسها؟ انت لازم سرقتيها. انا بسرق يا نينا. لا يا شيخه، خشي في عيب. خشي، وال12 قطايه بتوع امبارح نقصوا ثلاثه راحوا فين؟ خرطتيهم انت على السلطه. سلطه؟ طيب والليمون الحلو بتاع اول امبارح؟ اول امبارح، اول امبارح ما كانش عندنا ليمون، ده كان عندنا موز. كان عندنا موز، كان عندنا ليمون، اهو نقص واحده وخلاص. ما انت وكلتها بايدك للكلب. كلب؟ يا اخي جت كلب لما ينتش قفصك. يا بنت انت هتجننيني هتجننيني. نينا نينا تجننيني تجننيني. يا نينا مش بالشكل ده. ايه ده؟ ده القلب على القلب رحمه. يلا انت جوه، يلا من قدامها. ودي بلوه ايه يا رب اللي اتحدفت عليا دي؟ اه يا ناري، وانت كمان بتشديها من ايدي شدك. استغفر الله العظيم يا ربي.
هيستغفر لك من ايه ولا من ايه ولا من ايه؟ مال بقى اسمع، انا مش قاعدة في البيت ده طول ما فيه البيت اللي انت لممها من الشوارع بنت الحرام دي. لطفك يا رب، عفوك يا رب. بقى مش عيب عليك يا ولية تنطق الكلمة المؤلمة المجريحة دي؟ مفيش خوف من ربنا؟ دي الوصية اللي وصيتك عليها، ده العهد اللي تعهدتيه قدام ربنا وقدام الجيران والحيطان واللي فوق واللي تحت. شوف تطول تقصر تعمل بتاع حكم بتاع مواعظ، انا مش طايقاها مش طايقاها يا اخواتي. لا حول الله يا رب، راضيه بالهم والهم مش راضي بيها، ده بزياده عليها الكنس والمسح والاماره والشتيمه. حرام عليكي، كفايه عليها رميتها في المطبخ المسكينه. بقى اخواتي كلكم على دماغي، انا عليا وعلى بختي. وبعدين معاك يا محمود الحب مفيش بعدين. انا مش قايله لك بلاش مطبخ. ورديت على اشارتي ليه؟ يعني عاوزني اكسفك؟ لا اسمعي بقى، انا جايلك في مسالتين. لا في عرضك مساله واحده بس. مسالتين. مساله. مسالتين. مساله. مسالتين. مسألة. مسالتين. طب قول الاولانيه. الاولى جاي اطمن عليكي بعد الزعيق اللي سمعته من امك. الحمد لله ما حصلش حاجه. طب الاولانيه خلاص، والتانيه ايه؟ والتانيه الامتحان بتاعي. الامتحان؟ ايوه، عاوزك تدعي لي من جوه قلبك اني انجح في الامتحان. تنجح في ايه؟ انت مش خدت التوجيهيه سنه اللي فاتت؟ لا دي حاجه اقوى من كده بكتير. خدي اقري. مطلوب مطرب شاب مقبول الشكل بمرتب مناسب، فمن يرى في نفسه الكفاءة فليتقدم إلى مسرح أموزيس. إيه رأيك؟ ربنا ينجح ما قصدك يا محمود. من قلبك؟ لا من بقي. يسلم بقك. وإن كان من قلبي يبقى يسلم قلبك. خطر خطر، انزل انزل أوام. ما تنسيش معاد السطوح. طيب طيب. الغسيل يوم الحد. أيوة أيوة خلاص. اديني إيدك أبوسك. لا لا انا في عرضك الله، يا صدمة مرفوعة. مش نازل لما ابوس ايدك. يا مصيبتي. هاتي. طب خد. يا سلام. تعملي ايه يا بيت؟ بنفض الحتة السودة. اصل الحتة السودة يوم ازعق كده يا بنت وانا طرشة. التراب بيلزق قوي في الحتة السودة. في الحتة السودة. يا بنت مش خايفة على حسك؟ اخصى عليك يا اعتدال، لبشت جتتي. امال كنت اسيبك انتي وهو مسرورين وعقله كساره. ونبي ما انا عارفه اتلم على جسمي من الخضه. انهي الاخف، الخضه دي ولا خضه لينا وهي داخله عليكي؟ كان زمانها الوقت بتكسر الصحون فوق دماغي. والنبي تعملها. بوسيني بقى، انا شاطره ولا لا؟ ما عدمكيش يا رسول الهنا. يا شربات خدي خدي يا عدوله. ايه؟ خدي اقري هنا. يعني ايه؟ ولا فاهمه حاجه. محمود ماله؟ هيشتغل مغني. بتتكلمي جد؟ طبعا. يبقى بختنا كويس قوي، هنتفرج عليه ببلاش. يا رب نظرة يا شيخ الحرم، دست الشمع يا سيدي زين. غيره. ايوه انا دور انا. ايه ده؟ اتفضل. اما بارد صحيح. الحية اسأل تعبان، وانا وانت وانا وانت وانا وانت وانا وانت يا حبيبي كمان. اعوذ بالله. من ايه بقى؟ من صوتي؟ صوتك والحية وبواخد غرامك وكل حاجة. امشي برا برا برا. انت هنا الناس ما يجيبكوش العجب ولا الصيام في رجب. الفنان الاصيل ملوش بخت. وانا وانت وانا وانت وانا وانت وانا وانت وانا وانت. نجيب غيره؟ لا بس غميته نفسي بزيادة النهاردة. حاضر. بزيادة بزيادة. حاضر.
خلاص كفايه كده النهارده، غميته نفس المدير اخي. طيب وانا توريني عرض كتافك؟ يعني ايه؟ يعني تيجي بكره. هما كان بكره؟ انا كل يوم باجي هنا ومعطل نفسي كده. اتاري بقى مصالح البلد متعطله، مكلف خاطر سعادتك والوقت من ذهب. انت بتقطرني يا اخي؟ اتمر رقبتك، انت مش زي الباقيين ولا من ذوي الحيثيات حضرتك. اتفضل انكشف وتبقى تشرف بكره، ولا اسمع ما تشرفش يكون احسن. يلا 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 اخي. اسمعي يا بودي، اذا حد سال عني انت عارفه اللائحه الداخليه، الجنس اللطيف، عندك نمره التليفون، ما عدا كده انا مش هنا، مسافر. عادي يا قاضي الغرام، شفتش في الهوى اتنين في الغرام اتهنوا سوا زي انا واللي ببالي ببالي؟ يا قاضي الغرام الحلو اللي صفالي صفالي، يا قاضي الغرام الغرام يا قاضي الغرام. شفت ازاي حبيبي في الدم الشربات وجماله اللي بايدي حكتب فيه روايات، واقول له بقيت له وبقالي وحلفنا عالحب الغالي، واقول له بقيت له وبقالي وحلفنا عالحب الغالي. لا يخني في هوايا ولا خونه في هوا مهما يقاسي معايا، ولا قاسي معاه ولا قاسي معاه زي انا واللي ببالي ببالي. يا قاضي الغرام الحلو اللي صفالي صفالي، يا قاضي الغرام الغرام يا قاضي الغرام. معاد الغرام وحياتك حرام، لو تفضل معديه ده الحب الحياة والجمال لولا ازاي تشعر بيه؟ اعرف سر هوايا وانت تغني معايا، اعرف سر هوايا وانت تغني معايا زي انا واللي ببالي ببالي. يا قاضي الغرام الحلو اللي صفالي صفالي، يا قاضي الغرام الغرام يا قاضي الغرام. ما كانش قصدي. لا قصدك ولا حاجة، ده انت صوتك غطى على قصدك وعلى رزايلك وعلى كل حاجة. يعني عجبك جدا اوي؟ ايه؟ 10/10 10/10 تبقى تيجي تشوفني. ايوة تبقى تيجي تشوف. انت بكرة 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 ايوة بكرة. عرض بكرة هقابله بكرة وبعد بكرة وبعد ده بكرة الحد، بكرة الغسيل. يا سعادة البيت بكرة عندنا غسيل والله العظيم. حد وغسيل؟ يعني انت مش هتخلصيني من كتاب الشاطر حسن ده؟ اسكتي يا نرجس.
كل ما أقرأ حكاية الشاطر حسن مع بنت السلطان أقول يا رب تبعت لي عريس من جنس الشاطر حسن. أيوة بس ديكها بنت السلطان مش بنت أبو الفرج أفندي اللي في شركة البطاطس. لا بالبطاطس ولا بالجواهر وحياتك، ركك على الإسم. صحيح، بس المهم دلوقتي يا ست اعتدال تشيليلي هدومك شوية. أنا هدومي ده أنا لسه لابسهم الصبح. وماله، النظافة حلوة يا عبيطة. النظافة ولا مقابلة محمود فوق السطوح هي اللي حلوة؟ ما تختش المال يا اعتدال. تعرف إن ملوش حق. مين؟ الغسيل. الله، ينشف ريق الناس ولا ينشفش. اعتدال ده حقه يتخذ فمين ثلاثة من العتاب المنقي، عتاب يلعبه على المشابك، يطوحه على حبال الهوى. لا يا اعتدال، انت بقيت جريئة قوي. وينفع في الحب الا الجراءة يا عبيطة؟ انت مش بتحب الغسيل والغسيل بيحبك؟ طبعا طبعا. خلاص تتجوزوا بعض يعني؟ بس هتلم وشي واروح اقول له. وليه لا؟ هقول له ايه؟ اقول لك انا انت وانت الغسيل. اهو كده بسمع هنا يا غسيل. يا زهرة حبة عيني الغسيل. انا ما ينفعنيش الكلام اللي كله رغاوي ده، ما اقدرش على الغلية اكتر من كده. ان كنت عايزني صحيح روح اطلبني من السبت الكبير. ها؟ والسبت الكبير ده يبقى مين؟ ابوكي. يجازيكي يا اعتدال اما انتي بالشكل ده يتلم الحال على بعض. يا اختي هاتي بوك. يا ميت صباح نادي يا عز أهالينا، يجعل صباحنا صباح حيادي ويحمي. يا نينا يا نينا. ايه يا اللي تنقرسي؟ خلاص يا نينا والنبي تيجي تشيليني. يا اختي اللي ما بتنحدي ولا حسك بيسكت من البيت ابدا، تملي زعيق وصريخ. حرام عليكي، ما انتش مريحاني في عيشتي منك لله يا بعيده. اتنيلي شيلي شالك شيل اعمى. يا اختي ما تمدي، انت ماشي على قشر بيت. انا عارفه امتى ربنا حيريحني من شبكتك، كان يومك اخبر. العوافي يا نرجس. يا عفيف يا كبدي، ان شاء الله ما كان حد غسل كل ده على دماغك. هاتي عنك هاتي. والنبي سيبيها يا ست امينه بلاش عطله، هي مش لسه نغنوغه صغيره هتاخدك عليها الحنيه؟ يعني كانت خلاص ذوبت هدوم الفرح يا بنت امتى؟ والنبي ما حد نشرهم الا انا. ما تاذينيش وحياه ابوكي، انا مش تعبانه ابدا. السطوح يعني قصدي اقول لك السطوح. فات يوم والتاني ودي التالت ولا قابلتني زي ما قالت. فات يوم والتاني ودي التالت. فضلت اول يوم استنى واتمنى اشوف حبيبي الروح معايا واتهنى. الظهر اهو فات والعصر وراه والمغرب فات وانا بستناه. السهره طالت والدنيا نامت ولا قابلتني زي ما قالت. فات يوم والتاني ودي التالت. وات يوم مر نهاره وانا قلبي حيولع من ناره. يكونش مسايل فيا وقصده يتلاعب بيا، ولا العيون منعته عني ما خلتوش يجي يقابلني. الشك حيرني وبعده جنني. الشك حيرني وبعده جنني. ومن يقول لي ليه غابت ولا قابلتني زي ما قالت. فات يوم والتاني وادي التالت.
مالك يا بنت اتسمرت كده ليه؟ ما تنجري تخشي جوه ضربة تاخد اللي شكلك. ايه حاجة تضحك؟ كده خالت أمينة تعملها فيكي وتطيب ما قبلت السطوح من ايديكي؟ أنا عارفة قال يعني ما تمسكهاش الحنية عليا إلا دلوقتي. هو جزاها يا نرجس إنها بتحبك. يا ستي حبيتها العافية بس مش في السطوح. أنتي والشهادة لله حبوبة عند الكبير والصغير، وده كله أنتي اللي جايباه لروحك. مين قالك تطلعي حلوة؟ خلاص تستاهلي. يا ستي يا ريت وحشة ولو النهاردة بس. يا نرجس يا نرجوسة يا نرجيسو بتنتحلي بتنتحلي. مالك يا بنت بترمحي كده؟ على فين؟ خالتي أمينة بتنده عليا من فوق يا نينا. علشان ايه؟ مين عارف يمكن وقعت اتزحلقت اساعدها اسندها. عندك شباك المنور اساليها مني. يوه دي حاجه تجنن. جني لما يلخبطك. اللي بحبه ده دلعه يجنن. يا عفريت لما يا خالتي امينه عايزاني اطلع لك السطوح؟ يسترك تناوليني كيس المشابك. اهلا اهو اديها المشابك شبكه في عينها رخرة. اسمعي. نعم. وانت طالعة اسم الله تتمختري خدي في ايدك اكل الفراخ واكل الحمام واكل البط واكل الوز واكل كل حاجة. ايه يا اختي ده انت يا بنتي بتدلعي؟ لا يا نينا بس قصدي اقولك يعني اي خدمة تطلبيها. اشكال خالتي امينة خالتي امينة. خدي هاتي يا روحي. انت فتحتيلي يسلم بقك طلعتيلي كتر الف خير. انا اشمعنى البز ده كله؟ هو ترى ايه؟ بحبك بحبك. يحبك العبد والرب يا اموره. يعني انت لما طلعت هنا ما لاحظتيش حد ابدا؟ حد مين ابدا؟ امال انا زي اللي سمعت يعني بقى بقى يعني ما لقيتيش حد فوق السطوح تحت السطوح جنب السطوح يعني ما لقيتيش حد ابدا؟ مالك مش على بعضك ليه؟ حد مين؟ يعني زي ما تقولي واحد حرامي يسرق الغسيل يسرق الفراخ. قولي كده لو انت سبق الثلاثه. لا ما سبقش بس يعني الواحد لازم 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 يحترس. عندك حق. طبعا اذنك لما اروح اوكل الفراخ بقى. لوك 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 ياما. ما زعيش انا محمود. احس عليك يا محمود خضتني. لكن قول لي قبل انت دخلت هنا ازاي؟ دخلت من الحته دي. خفت من صاحبتك اللي بتنشر دي لتفتن عليا. الحته دي دخلت. اه يا حيل يا مكر اللي ما يغلبكش غالب. الا الحب هو اللي سكنني في عشه الفراق. هو اللي كسر جناحاتي. الله الله نرجس انت بتكلمي حد؟ ايوه يا خبر. انا بكلم الفراخ. هاتي بوسه بقى لما تقدر. انا جايلك مسالتين. انت عمرك ما تجيني الا في مسالتين. لا قول مساله واحده. مسالتين مساله واحده مسالتين مساله واحده مساله واحده. طب قول المساله الاولانيه. تياتر اموزيس اللي انا بشتغل فيه محتاج لمطربه. في وسط كلامي مع المدير جبت له سيرتك وقلت له ان اني ايه؟ انت اتجننت يا محمود؟ سلامة عقلك. انا اشتغل بالتمثيل؟ حق دي كانت نينا. يا شيخه ما تاخديش بالك من كلام نينا. لا لا ما اقدرش. جو الفنون يا نرجس ما عندكيش فكره بيسعد قد ايه. شويه حظ مع المطرب او المطربه يطلعوهم من السما. مجد شهره فلوس. اهو انت عيبك يا محمود انك خيالي اكتر من اللازم. قلت لك ما يمكنش. ها والمسألة التانية هي ايه؟ المسألة التانية مش من اختصاصي انا. الست امي هي اللي هتبلغها شخصيا للست امك. والليلة بالذات جاي عندكم في البيت. خليكي كده شبي ولبي. يا سلام يا اعتدال لما تحبي تتريقي. وهي ست ام محمود اللي انت مستنياها دي هتقوم تيجي بالليل؟ وليه لا؟ على كده انت لازم وضبتي امورك وياه. يا بختك يا نرجس صبرتي ونولتي. عقبالك يا اختي. ما ظنيش ان الاقي شاب زي محمود. على العموم ربنا يهنيكوا ببعض يا نرجس. محمود ده لازم هي. صلاة النبي على رجالة البيوت. ايه اللي اخر جنابك لحد دلوقتي؟ كفاية بقى انا في عرض امواتي. كانك تقوقي ليل ونهار بالنكد والخناق لحد ما جبتي للنحس. ليه اسم الله؟ كان عندك العمارة وبعتها ولا الابعادية ورهنتها؟ لا الوظيفة وسبتها. وظيفة؟
يا خبر مطيين، بتقول ايه يا منيل؟ بقول ان اترفدت من الشغل يا منيله، وعشتنا ومصاريفنا وبلاوينا المتلتله. الامر لله، شركة توريد البطاطس علشان ان الحرب انتهت قفلوها في وشنا. وفكرك يعني ان ابواب السماء الاخرى هتنقفل ولا الاشغال هتخلص من الدنيا؟ من جد وجد. وده نكد اهدى يا ربي اللي ما كانش على بال. لاجل ما يعجبك، كل حاجة اترفدت منها الا خلقتك، ما فيهاش لا رفت ولا طرد ولا على المعاش حتى. بأسمع، انت تتسد وتخليني ساكتة احسن لك لرفدك من الدنيا كلها. الارزاق على الله، وفي حد بيبات من غير عشاء؟ انا راجل مسالم وقلب طيب، وبيني وبين ربنا عمار والحمد لله، لا عمري اذيت حد ولا افتريت على حد. هيأذيني ليه؟ والله جاب الله خد ويجيب وياخد لحد ما نحط دماغنا. يا دي المسيح، نكد ايه ده بس يا رب؟ جو الفنون ما عندكيش فكره يسعد قد ايه يا نرجس. فلوس فلوس فلوس. ايوه دلوقتي فلوس. لازم اشتغل فلوس، لازم اشتغل فلوس فلوس فلوس. بيقول لك اتفضلي عنده يا فندم. جوه؟ لا لا، قول له ما تقدرش. ما هو كمان ما يقدرش يجي بره يا فندم عشان لابس هدوم التمثيل. طيب معلش استناه هنا. على كيفك يا فندم، انا هبلغه. سامحيني، مش تبي تفتحي وانتي ماشية؟ انتي ليكي عينين؟ نهدي، انا اعتذرتلك وخلاص. الله. نعم. في ايه؟ من فضلك يا مدموزيل، سؤال صغير. اتفضلي. النرجسة اللي على صدرك دي مالها؟ جبتيها منين؟ معرفش. ما اشتريتهاش من حتة؟ ما اشتريتهاش، طول عمرها بصدري. طيب من فضلك سؤال كمان ولو فيها. مش هنخلص، اتفضلي. الا قوليلي، امك وابوك موجودين؟ الله، ايه السؤال الغريب ده؟ هو غريب فعلا، لكن انا يهمني اعرف. طبعا. محمود. محمود. مين الست اللي وياكي؟ لا اعرفها ولا تعرفها، عمالك تجر معايا في الكلام، وتلاقيني من ساعه ما شفتها ولا عندي من ناحيتها شعور غريب. غريب؟ يعني ايه؟ ما اعرفش، زي ما تقول خايفه منها. خايفه منها؟ يا شيخة دي بان عليها ست طيبة أوي. يمكن. أما أنت لك أفكار. على كل حال مش عايزة أستنى قدامها. شوف شوف هتاكلني بعينيها إزاي. تعالى تعالى نقف بعيد. طب ورينا نقف بعيد، تعالى نخش جوه. برضه كويس. تعالى. اسمعوا من فضلك. يا فندم. مين البنت اللي دخلت جوه دي؟ والله يا فندم ما أعرفهاش. ليه؟ هي مش بتشتغل هنا؟ لا يا فندم ما بتشتغلش. الحمد لله. ميرسي. العفو يا فندم. نرجس، انا سعيد قوي انك قبلت تشتغلي وياي. قبلت يا محمود، لكن انا ما اخبيش عليك اني نرجس. الطبيب في عيادته، المحامي في مكتبه، كل واحد من دول بيساهم بنصيبه في اسعاد المجتمع، والممثل او الممثله مجهودهم في اسعاد المجتمع ما بيقلش عن كل دول. يعني انت عايز تعمل الحكيم اللي بيداوي زي الممثل؟ وليه لا؟ الروايات والعبر والمواعظ يا نرجس، لما يقدر يديها الممثل من صميم روحه، يبقى بيدي العقول الضعيفة والنفوس الشريرة الدواء الشافي اللي الطب ما اخترعوش لسه. يعني انت في الضمائر والاخلاق تبقى الدكتور محمود. احب انك تقوليها بإيمان، وتعرف ان عيادتي هي مسرحي، وادويتي هي الحاني، والرشيدة بتاعتي هي تذكرة الدخول، وانك هتدخلي تمرجية صغيرة وتخرجي دكتورة كبيرة. تعالي على حكيم باشا. تعالي حكيم باشا، اعوذ بالله. المدير، مدير الفرقة كلها، راجل زي السكرة، يتحط على الجرح يبقى. لا ده انت اندمجت في العمليات قوي. محمود انا خايفة. ما تخافيش، انا متأكد انه لما يسمع صوتك. صوتي؟ هو انا هغني؟ هتغني، ده انت هتغني له وتغني لابوه كمان.
خش. نهارك سعيد يا سعادة البيت. اهلا بك استاذ محمود. أهلا. اظن حضرتك تفتكر اني كلمتك على مدموزين نرجس وقلت لك ان صوتها هي حضرتها. ايوه. حلوه قوي، حلوه قوي، جميل، بديعه، مدهشه. اظن وقت سعادتك يسمح بخمس دقايق بس عشان نسمع صوتها. خمس دقايق بس؟ خمس ساعات، خمس ايام، خمس سنين كمان لو كان الشيء اللي قلته صح. مدموزيل، ليه ما بتتكلميش؟ الاستاذ خلانا نشتاق لصوتك، يلا سمعينا، غني، لعلعي. اظن الاوفى نسمعها مع الاوركسترا. الله، عندك حق. ايوه اسمع، حاصلكم، يلا مدموزيل. انا خارج. عايزة حاجة؟ عايزة محتاجة؟ لا، مع السلامة. مع السلامة، مع الندامة، ده مش بيفصل. حاضر. يلا لا عدلت واستعدتي. مالك بتلعبي شفافك ليه؟ اقرا الفتحة. ان شاء الله سرها باتع. يلا يا مستر. يلا يا ناني قولي وغني، يلا يا ناني قولي وغني. لا 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 مش راح اغني. اوعى تكوني مكسوفه مني. انا مكسوفه من الوسط الفني. غني وانا امسك لك عالوحده ووري الناس الفن وسحره. يلا يا ناني ابعد عني علشان خاطري. مش راح اغني، مش راح اغني. انا مش عارفه ليه متاخده وشايفه الناس حواليا كاتروا. اصلي يا نوري العين مش واخده اني اغني في وسط تياترو. جمدي قلبك بكره هتاخدي شويه شويه، بكره يقولوا عليك فنانه قد الدنيا. يلا يا ناني ابعد عني علشان خاطري. مش راح اغني، طب راح اغني. مدهشة انتي،
يا مبدعة، إذا كان من أول مرة غليتي بالشكل ده، إيش حال بقى المرة التانية والثالثة؟ بذمتك. بذمتي. بذمتنا إحنا كمان. يبقى بذمتهم كلهم، وبذمتي أنا كمان. أيوة. الساعة 1:30 يا هانم، حنستنى ولا نمشي؟ لا لسه حنستنى شوية. طيب. مبروك يا نرجس. ميرسي يا محمود. ما تعرفيش قد ايه انا سعيد بنجاحك. هنبقى قدام بعض، مع بعض، ويا بعض. البركه فيك يا محمود. انت مالكيش مسير في العالم. شوفي المديره مسامعه. حاجه لطيفه قوي. استاذ علي. نعم. شايف البنت والولد دول؟ ايوه يا فندم. وراه بسرعه. حاضر. والله زمان. انت يا اختي لا بقيتي تزورينا ولا تسالي علينا. مشاغل يا اختي، وانت عارفه الدنيا تلاهي. هو انا استغنى؟ الغنى بالله يا حبيبتي. اختي عبدال يفرح ينام فيني. يا في ايه؟ ست ام محمود هنا معانينا. والنبي بقى انا يا ستي دلوقتي جايه لك، حذري علشان ايه؟ خير ان شاء الله. وفوق الخير، محمود ابني بعتني مخصوص عشان اخطب له بنتك. يا سلام، ده انت لما تيجي على حبابي عينيا الاثنين، ده يوم الفرح ويوم الهنا ويوم السعد. اعتدال بنتي مسعده من يومها وهو رخر مسعد. لا انت مش فهماني، احتدال ربنا يحرسها امر، ويا هنا اللي ياخدها، لكن انا جايالك علشان اختها. اختها؟ اختها مين؟ نرجس. نرجس؟ لكن نرجس دي مالها؟ دي مش اختها ابدا. يا ندمتي. يا ندامتك يا نيبتك، اهدي الحقيقة اللي بقولها لك. نرجس لا هي من دمنا ولا من لحمنا، دي حيا الله جوزي لقاها لقيطة في الشارع. لقيطة؟ يا ندامتي انت بتتكلمي جد؟ ايوه جد. صحيح هي اتربت مع اعتدال بنتي من صغرها. على كده دي تبقى بنت؟ بنت اللي هي بنتهم بنت. النهاية ربنا على عبيده ستار، ما تخليناش نتكلم في حق الناس. لقيطة، رحمتك يا رب. نرجس ما تصدقيهاش، دي كدابة، أمي كدابة، إزاي تصدقيها؟ ما تبقيش مجنونة، أنت أختي أختي أختي. كنت فاكرة من الأول يا ريت ما انكشف السر المخفي، واستنيت على جهل الآخر. لا أعرف أنا مين ولا فين جيت منين. لقيتها، لطفك يا رب. نرجس أختي أختي. ولا تنسيبي نفسك لبنت زي مجهولة ملهاش أب ولا أم. نرجس أختي، أنت ما يفرقنيش عنك شيء في الوجود. الناس مش بأهلها، بنفسها، بأخلاقها. نرجس سوى ردت أمي ولا ما ردت، أنت أختي أختي. مالكو كفلة الشر، بتعيطوا ليه؟ تعالى شوفني أنا بقول إيه. قالت إيه يا ترى؟ قالت إن نرجس بنت بنت ابو الفرج، وهتفضل طول العمر بنت ابو الفرج، فاهمه؟ ايدك ابو الثاو. قولي كملي، عايز اسمع منك كلمه بابا. هو انا لي مين غيرك يا بابا؟ ايوه بابا، بابا ولحد اخر العمر بابا. Come.
صبر الأهم وعلى قلب الصغير. أنا بنت النزوة الحمقاء والحب الغرير. أنا بنت النزوة الحمقاء والحب الغرير. طفلة مجهولة يزري بها جرح الضمير. طفلة ألقى بها الدهر على شط مرير. لا أب نحن ولا أم تغني في سرير. بموتي كن بشيري. أين أمضي؟ ليتني أمضي إلى يوم الأخير. لست أدري ما مصيري وإلى أين مسيري. رشاد، العمر ما فضلش فيه قد اللي فات. انا خايفه على روحي. من ايه بس يا دريه؟ انا مش فاهم الحكايه ايه. الحكايه سر خطير حيمزع قلبي لو كتمته. وتكتميه ليه؟ ما تقولي عليه وتريحي نفسك، الا اذا كنت شايفه ان السر ده ما يخصنيش. بالعكس، ده يخصك انت زي ما يخصني تمام، وترجع ذكراه لايام شبابنا، ايام غرامنا اللي كان مجنون وحبنا اللي كان اعمى، خيام ما عملت عملتك وسافرت على أوروبا. ورجعت من أوروبا وكان أول حاجة عملتها أني صلحت غلطتي واتجوزنا بعض والحمد لله. لكن ثمرت حبنا ده كانت بنت. بنت يا رشاد. بنت؟ ليه؟ أنت كنت أيوة. وليه ما قلت ليش؟ ما عرفتش أني حامل إلا بعد سفرك. والبنت دي جرالها حاجة؟ أنا ما بحتلكش بالسر ده إلا بعد ما لقيتها، بعد ما عطرت عليها. لقيتيها؟ صحيح الكلام ده؟ أيوة، لقيت بنتنا، شابة جميلة، مفيش أجمل ولا أظرف من كده. لكن إزاي اتأكدت إنها هي؟ شعوري حدفني عليها، قلبي لوحده رماني ناحيتها. حسيت إن كل جوارحي بتقول لي دي بنتك، بنتك يا درية. وليه ما يكونش مجرد وهم؟ لا، النرجسة اللي كنت هديتها لي لقيتها متعلقة في رقبتها. امال ايه اللي في صدرك دي؟ دي شبيهة لها، عملتها لما عرفت انك رجعت من اوروبا. وهي فين دلوقت؟ ما جبتهاش معاكي ليه؟ مش من السهل انها عايشة مع ناس بتعتقد انها بنتهم. والحل؟ ده اللي لازم نفكر فيه سوا، عشان بنتنا ترجع لنا ونتهنى بيها. عندك اوعي تتحركي، ارفعي ايدك فوق. محمود الله اهدى. تعالي يا هرابة، انت كنت فين وما جاتيش تياترو؟ أنا مش قادر أكملي. محمود أنت بتحبني؟ ليه شيخ، ودي عاوزة كلام؟ وتحب تخدمني مش كده؟ وأخدم أبو اللي يخدمك. طيب لو طلبت منك طلب تنفذه؟ اطلب الشمس وأنا أطلع أجيبها لك، اطلب القمر وأنا لفهولك في ورقة وأقدمهولك على صينية قهوة. لا كتر خيرك، لا حتطلع ولا حتلف، بس كل اللي أنا عايزاه منك خدمة واحدة. لازم خدمتين. لا واحدة. اتنين. واحدة. اتنين. محمود يا رب. محمود يا عقل محمود، اطلب اللي انت عاوزاه. قلبي الله كان هنا. انت مخبيها يا عفريتة. لا
بلاش هزار وحياة أبوك. إذا كنت حلفتني بحياتك كنت سمعت كلامك. طب وحياتي؟ هات السكينة وأنا أطحولك وأطلحولك بره. لا بعد الشر، أنا عايزة قلبك سليم زي ما هو، تقدمه لاعتدال أختي. إيه؟ مين اللي بيهزر بقى؟ اسمع يا محمود، انت تعرف ان العيلة دي لها افضال وجمايل علي ما تتعدش، وانا بدي ارد لهم جزء من جمايلهم دي. طب بس بايه؟ انا معاك بكل حاجة. ما تسعدهمش حاجة اكتر من جواز بنتهم اعتدال. طيب وانا هدور لها العريس، هدلل يلا تتجوز يلا تخطب؟ هنادي؟ تنادي على روحك. يعني ايه؟ يعني تتجوزها انت. انا؟ انت باين عليك اتجننتي. تضحية من شاب نبيل زيك، ترضي العائلة اللي أحسنت إلي وترضي البنت. لكن أنا ما بحبهاش، اللي بحبها اللي بعبدها اللي مشغول بيها قدامها. إيه؟ مش هتشوفها قدامك بعد كده. في إمكانك تدوس على قلبك. مش ممكن، مش ممكن، ده يستحيل. محمود، تصور الجرح الأليم اللي انجرحت أمها نهار ما فهمت غلط إن المقصود بالخطوبة بنتها اعتدال. أنت عاوز الحقيقة؟ أنا النهاردة بشك في حبك ليه. محمود، اللي ترضي ضميرها وتحاول تدوس على قلبها وتبعد عن حبيبها كل فضيحة وعار. فضيحة وعار؟ انت قصدك ايه؟ بأي وش نتجوز بعض بعد ما عرفت والدتك انا مين وجيت منين؟ نرجس حبيبتي، انا عرفت كل شيء، لكن اسمعي، الوجود كله ما يسويش ضفرك عندي. انت بريئة، انت طاهرة، انت مظلومة، الذنب كله مش ذنبك، ذنب اللي جانوا عليكي وبكل سفالة تخلوا عنك، اللي خلفوكي في غرامهم الجاحد وما لقوش في ضميرهم هاتف يهتف في اعماقهم ويقول لهم انتوا سفلة، انتوا وحوش. نرجس ما اسمع يا شداد بيه. اولا اسمي رشاد مش شداد. اسمك جسمك ما يهمنيش، المهم عندي نرجس بنتي انا ما تخرجش من هنا ولو اتربقت الدنيا على بعضها. دي حتة من لحمي، دي تربيتي انا، والمثل بيقول اللي ربى خير من اللي اشترى. يعني ما اتكلمش انا. يهو يا بنتك انت لوحدك، مش انا كمان امها مربيها وتعبانه فيها؟ وما تنسوش كمان ان لها اخت. طيب طيب يا جماعه ما تزعلوش، اللي ربى وتعب احنا مستعدين نعوضه، اي مبلغ تطلبوه هندفعه. ما شاء الله، يعني نبيع بنتنا في المزاد. تعرفوا لو رصيتوا الذهب قدامنا الوفات انا ما فرطتش في شعره منها. انا ما اخبيش عليكم، انا عمري ما حسيت اني بحبها من قلبي الا النهارده. يعني مفيش فايده؟ مفيش فايده الا انكم تتفضلوا من غير ما ترود. طيب انا عندي حل كويس. اتفضل. انتوا مش بتقولوا ان البنت بتحبكم؟ بكل تاكيد، وانها ما تقدرش تستغنى عنكم. دي عايزه كلام؟ حس كده. ايه المانع عندكم ان البنت نفسها تبقى صاحبه الحق في تقرير مصيرها؟ ما عنديش اي اعتراض. عندنا عندكم، على العموم اللي تحكم هي بيه نقبله. على شرط، لا معارضة ولا نقض ولا إبراء ولا تأثير من أي ناحية، وهو كذلك. اتفقنا؟ اتفقنا قوي. اتفقنا خالص. حس كده روحي اعتدال اندهي للمحكمة. حاضر يا باب. لا يا بنتي، ما يصحش بنت تشكر أبوها على التربية. والست اللي اعتنت بيا وربتني. رب اقطعني يا بنتي، يا ما زعلتك يا ما قسيت عليكي، وانت تجازيني بالطيب. والاخت الشفوقه اللي هونت عليا الدنيا بعطفها وحنانها. ده برقتك واخلاصك يا نرجس. ازاي يا فارقهم بعد ما انزرع حبهم جوه قلبي، جايين دلوقتي تاخدوني من اول ناس فتحت عيني لقيتهم. صحيح يحز في قلبي اني عايش مجهوله الحسب، والناس تشاور عليا وتقول اهل بنت. نرجس انت بنتي وحتفضلي طول العمر بنتي. لو انتم في مركزي، مركز إنسانة موصومة بالعار، شوفوا إحساسكم يكون إزاي. أنا عارفة لو جابولي مال الدنيا كلها مش ممكن هحبهم ربع الحب اللي بحبه لكم، لكن اللي يهمني دلوقتي شيء واحد، هو أرجوكم تعاونوني عليه، هو إني أقدر أواجه الناس بإني زيهم من أب وأم. استنوني أنا داخل ألبس. إحنا أنا
مش عارفه ازاي هنقدر جميلكم ده طول العمر. تاكدوا اني في مقابل اللي عملتوه في بنتنا انا مستعد. لا مستعد ولا حاجه، المكافئ ربنا. اعتدال، انت زعلانه مني، انا مفرقاكم غصب عني. تاكدي انك انت وهم في فكري على طول، في قلبي من جوه. البيت اللي رباني هعيش بذكراه طول عمري. تاكدي ان زيارتي مش هتنقطع عنكم ابدا، انا منكم وانتم مني. يا اعتدال خليتك بعافيه. اعتدال نرجس، انا ليا توصيه عندك، خلي بالك من محمود. على دماغك من بدري، كل نعوج واللي انتنى على قلبنا. يا ندمتي يا دي الخسارة، 5 طبق يتكسر النهاردة. وكلهم 7، عبال ما يجي العصر تكوني شطبتي على الباقي وناكل بقى في طقطيق السجاير. لا حول الله يا ربي، انا عارفة اصطبحت بوش مين النهاردة. بوشك طبعا، لازم بصيتي في المراية. فين ايدك الحلوة يا نرجس؟ نرجس عرفت قيمتها دلوقتي؟ ما هو المراكب ما يقراش الفتحة الا ساعة الغرق وبس. والله البيت صفصف على دماغنا، كانت مونسانة واخدة حسنا، كان وجودها في البيت بمقام 10. عشرة وبس، عشرات العشرة. طيب ما قلنا طيب هنفتح الفتح في نفوخك طقطق. نرجس لا مؤاخذة، هي جت فيك يا محمود. يعني معلش معلش، يلزم خدمة. أيوة عاوز أقابل نرجس. نرجس اقصى الزمن. إيه نرجس جرالها حاجة؟ لا بعد الشر، بس عزلت من هنا واتحرمنا منها، مش هنشوفها تاني. إزاي؟ هربت وعملتها؟ لا عملتها ولا حاجة، أصل أبوها وأمها. أبوها وأمها؟ أنت بتقول أبوها وأمها؟ أيوة أبوها وأمها الحقيقيين جم خدوها، ولا فضلش حد هنا الا انا وشر البقر اللي ما تتسماش. واعتدال. محمود. انا ما بقتش محمود، انا بقيت محموم. بلغك الخبر؟ وهدي كياني. انا عارفه كنت بتعزها اكتر ما بعز روحي. احنا الاثنين جرحنا واحد، اتحرمنا سوا من نرجس. اولى بينا يا محمود نواسي بعض. خدني من دلوقتي صديقة مخلصة. بعد صداقة نرجس ما بقليش حاجة في الوجود. ما اقدرش طبعا اعوضك عنها، لكن يمكن اقدر اخفف عنك في بعدها. انا يا محمود اضحي كل شيء عشان اشوفك مرتاح، لما رضاك يكلفني حياتي ما تأخرش. يا ريت يكون شعورك كده من ناحيتي. اعتدال عيبها ايه؟ مالها؟ حلوة متربية، اتجوزها. لا يا نرجس ما يمكنش، يستحيل، ما يمكنش، ما يمكنش ابدا. وما يمكنش ليه؟ من شان اصول لياقات خانم. هو يعني اصول لياقات ما يبقاش الا بالنفخه الكدابه والهدوم اللي تبرق؟ مقامات عصر الجناب عادي نرجس خانم، وهي كريمه صاحبي عزت رشاد بيك شوباكلي. ادي اللي زاد راخر، شوباكلي اخر الزمن. ايفت في زمن كان حظيكم جايب سنين طويل في السفر. صحيح، ولو اني ما فهمتش حاجه. كتر خيرك. مادام كي حضرتكم رجعتم مصحوب بالسلامات، واجب في ضروري مناسبات مخصوص البس افخم ملبوسك.
ايه رايكم في الفستان ده بقى؟ مش جميل؟ جميل جدا الموزيل، برافو عليك. انت عايزه الحق، اللي زين الفستان الحشو بتاعه بنتنا هي اللي قمر. انا رايي مع البي، الهانم الصغيره هي اللي تسمحي تطلعي معايا فوق علشان نقيس الفستان التاني بالمره. بكل السرور، عن اذنك. اتفضلي. يا سلام يا اخواتي، يا سلام. الله، انت ناوي تحسد لي البنت ولا ايه؟ ما تمسك الخشب امال. امر يا اخواتي، ربنا يطول في عمري. عمرك؟ ايوه، عشان اسعدها واهنيها. اسمع يا رشاد. نعم. ايه رايك؟ انا مش عاوزه اعزم في الحفله اللي هنعملها النرجس بنات من سنها. امال يعني هنعزم لها عواجيز من سننا؟ انت مش فاهمني، انا مش عايزه اي بنت في الحفله تغطي على بنتنا نرجس. لا، من الناحيه دي اطمني، ما تخافيش، اعزمي بنات الدنيا كلها، وانا واثق ان جمالها وخفه دمها هيطغوا على الف جنبها. اصلي مش عاوزه ان عين فؤاد بيه تزوغ لا هنا ولا هناك، عاوزه ان اهتمامه يكون لنرجس بس. ليه انت ناويه تعزمي فؤاد بيه؟ مش تفتكري انه لسه بدري شويه؟ ليه، اهو خير البر عاجله، ثم البنت كفايه جنين عليها في الاول، دلوقتي لازم نفكر في هنائها وسعادتها. معاكي حق، وبكده نكفر عن جريمتنا القديمه. انا في نظري انه فؤاد هو التكفير، ولد شاب غني مودرن كل بنات الزواج تتمناه، وخساره ان واحده غير بنتي نرجس هي اللي تتجوزه. نرجس، اما احنا يا نرجس فكرنا لك في حته دين عريس غني، مش كده؟ جدا. يا سلام، انتوا فاكرين ان السعاده بس في الغنى والمال؟ وهي الام اللي تدور على راحه بنتها تضمن لها الحياه السعيده بايه غير كده يا بنتي؟ احنا كبرنا يا بنتي وعرفنا الحياه اكتر منك. على العموم ده رايكم اللي يختلف عن رايي، لكن انا عايز اعرف ايه اللي خلاكم تستعجلوا بالحكايه دي؟ اوامي اتضايقتوا مني؟ ما تقوليش كده يا نرجس، احنا ماما ان كنتم عاوزين صحيح تريحوني سيبوني على حريتي، ارفض اللي ارفضه واختار اللي اختار. قالوا الربيع والغرام جنة ورضوانة فيها ابتسام وانسجام والحب عين وانها. وقفت يا ربيع على بابك وقلت ينعشني شبابك، لقيت هواك احلام وجنتك اوهام، لا غنى طيرك على غصنه خف ليبي ولا ودك تبسم حسنه بعد حبيبي. وانا والحبيب وانت حتضمنا امتى؟ قول يا ربيع، قول يا ربيع، قول يا ربيع امتى؟ فل ذل رضينه وتاج العفة في جبينه ويزينك قبل ما تزينه. حبيبي لما يغدرني غرامي فيه صبرني، وبكرة صبري ينصرني.
يا ورد من خده وآه لما تشوف قده تقول ويا يمين قده. على المحطات مجروح ملوش جراح عايش في جنة ونار من شوقه غنى وناح وصبرت على اشواق يا قلبي في بلواك والحب يا عشاق وردة ولها اشواك والحب يا عشاق وردة الحب يا عشاق وردة ولها أشواك الحب يا عشاق وردة ولها أشواك الحب يا عشاق وردة ولها أشواك. أهلا أهلا. تسلم رجليكي وإيديكي وعينيكي واللي كب العسل الأبيض عليك. وحشتيني قوي يا نرجس. لا يا ندامة تقعدي من غير ما ننفضلك ونفرشلك. يا قلة الحرير يا قلة القطيفة. يا سلام يا نينة، هو أنا غريبة عنكم؟ يا سلام يا أختي، ده أنت الورد ينفرش تحت رجلي. ورد؟ ده الورد والفل والياسمين اللي في الدنيا كله ما يكفيهاش. يا أختي اسم الله اسم الله، النبي حسك وحميكي. استغفر الله. قولي لي طمنيني، بابا استلم وظيفته؟ أمال البركة فيك يا عنيا. أبدا، ده بابا رشاد هو اللي شاف له الشغلانة دي. يا أختي إلهي يكبر بخاطرك يا ست نرجس. ست؟ اخسى عليك يا نينة، هو انا غريبة عنكم؟ لا خلاص انا زعلت منك. معاش اللي زعل بنتي. بابا بنتي حبيبتي يا روح عليكي. المهم دلوقتي انا عزمكم الليلة الجاية عندنا. عزمنا دي؟ اصلي عاملين لي حفلة كده صغيرة وعاوزاكم تكونوا معايا. حفلة ده احنا نيجي على عنينا. يا سلام يا بابا. ايوه والنبي يا نينة الروح الله يخليك. يا بنت اتجننتي انت وابوكي؟ يا راجل هو انا وانت وش حفلات؟ امال يعني وش سد؟ البركه في اعتدال، شباب زي بعض. واحنا اللي عجزنا ما احناش وش ذلك. ايوه يا اخويا لهينا في الكلام وخلينا ننسى الواجب. روحي يا اعتدال اعملي كوبايه شاي لاختك. حاضر يا نين. لا لا اعتدال تعالي تعالي بلاش تعملي. وداي صح. ولزوم ايه التعب ده بس؟ تعبك راحه يا اموره. انا شايف اوتومبيل قدام الباب. يا نرجس هنا؟ ايوه جت تزورنا. ابوس ايدك ابوس رجلك اندهيها لي. حاضر نرجس. يخليك يا اختي تسمحي دقيقه واحده بس. دقيقه واحده؟ قولي 10 20. يا سلام يديلك يا بعيده. مطبوخه في ايه؟ هي طبخه؟ ايد على ايه بتساعد يا نينا؟ وماله مش اختها؟ يا حلاوتك يا بابا يا حلاوتك. ليه في ايه؟ بس ادخلي. نرجس كده برضو بعد الغيبه دي تيجي ولا تدينيش خبر؟ لكن انت ايش عرفك اني انا هنا؟ انا ليه هجازه منك بالهجران ده؟ ما كانش بودي ابدا. لكن نسيت اقول فين وعودك؟ فين اخلاصك؟ لو اعرف بس ايه اللي غيرك. انا ما تغيرتش ابدا. الظروف هي اللي تغيرت. محمود انا كنت وصيتك على اعتدال. عملت ايه في حكايتها؟ حاولت يا نرجس حاولت كتير لكن قلبي ما تعنتش ما يتحكمش. اقدر على كل شيء الا حبك. الدنيا كلها ما تعوضنيش عنه، لا اعتدال ولا الف زعل. I'm
شاي. تصفى عينك يا بعيدة، هي دي بقت وش خدمة؟ هي دي تستحمل تعمل الشاي؟ سايبها وجاية تنيلي ايه؟ جاية تعببي ايه؟ سايبها تذكر الفقر القديم لحسن تنساه، مسكينة من كتر العز ايديها وقفت بدها تلينهم شوية. يا رب اقطعني، يخدم ايدك. امال انا هنا بعمل ايه؟ انت الخير والبركة، يجيلك كل شيء لحد عندك، اتفضلي. طول عمرك بنت الاصول. امال بنت ابو الفرج يا روح على جمال الشاي. خدي يا اعتدال. الله، انت بتعيطي؟ انت بتحبيه؟ مين هو؟ محمود. ابدا ابدا. ماما تأخرتي ليه؟ شغلتيني عليكي. ماما. ايه يعني ماما؟ كنت بتتكلمي مع بابا على واحد اسمه فؤاد. لا لا، انا وابوكي اتفقنا ما نجيبلكيش سيرته ونسيبك على حريتك زي ما قلتي. انا مش قصدي، بس بسألك، فؤاد ده شكله يبقى ازاي؟ فؤاد شاب مودرن من طبقة الرقية، بيصيف كل سنة في اوروبا و... كل ده ما يهمنيش، انا اللي يهمني اخلاقه. يقدر يحتمل إنسان إن جرحت كتير من الزمن وتعذبت. من ناحية أخلاقه وطبيعه اطمني. أنت عارفة يا نرجس إن راحتك هنايا يا بنتي، سعادتك هي كل أملي ومناية. ماما أنا ما عندي شك في كده أبدا. تصبحي على خير. كده على طول من غير بوسة لمامي؟ حاضر. وانتي من اهل الخير. ايه اللي موقفك كده يا ترى؟ انا سعيدة قوي، انا اسعد ام يا رشاد. ربنا يسعدك كمان وكمان. نرجس يا رشاد. مالها؟ يظهر انها قبلت فؤاد بيه. صحيح؟ على كده هتبقى الحفلة عظيمة جدا. اتأخرتي، الحفلة على بعضها تحت. لا لا يا ماما، انا مكسوفة خالص من الفستان ده. مكسوفة من الفستان ده؟ ما تقوليش كده، ده انت دلوقتي هتشوفي العينين هتاكلك ازاي على الجمال ده على الاوام ده.
ربنا يحميك يا بنتي. ماما انت بتعيطي؟ بعيط بالعكس ابدا يا نرجس. زعلانه من حاجه؟ زعلانه ده انا فرحانه، فرحانه قوي. هو اللي يفرح يعيط؟ الفرحه ما يزيد عن حده عبر عنه الدموع. الحمد لله لك يا رب، شفتك شابه عروسه تشرح القلب. ماما ايوه عال عال عال، انتوا نازلين بوس في بعض هنا والدنيا زيطه تحت. يلا اتفضلوا معايا، يلا اجلوا الحب ده لبعدين. يا باش يا باش، مين حضرتكم؟ يا امي حضرتكم ده ايه؟ اوعى كده خلينا فوت وانت عامل لي زي بتوع الدندرمه. سوس يا اخي جكسوسه في عظمك، ده انا اخت اختي نرجس. اعتداء عن اذنكم. اختي اختي اختك مسامحات يا فندم، كان لازم تعليمات اعتذارات مره ثانيه يا فندم. معلش يا عم رستم، وده يطلع ايه بقى؟ قولي لي قبل نينا وبابا فين؟ بيعتذروا لك يا نرجس، ما قدروش يجوا. على فكره خد دول طلعهم اوضه ستك نرجس. استنى وخد دي عشان ما تمدش ايدك على حاجه من اللي في الكيس. يقطعك يا اعتذار، اهدى أتى. ايوه يا ستي كل سنه وانت طيبه طالعه جديد، والنبي بابا ما هن عليه دقها من قبل ما تاكلي منها. تملي فاكرني، ان شاء الله ما تحرم منك ابدا يا بابا. ايه وانا ماليش انا كمان دعوتين يا نرجس؟ اهلا اهلا باختي نرجس. اهلا بيك يا استهانة. امال فين بابا وماما؟ اصلهم لا لا ما تدافعيش عنهم، ارجوكي بلغيهم ان انا زعلانه منهم جدا، ولو ان البركه فيكي. خليكي يا نرجس يا حبيبتي مع اختك. برأيي يا رشاد بيه مش ناويين تدخلونا البوفيه ولا ايه؟ ايوه حالا، بس لحظه لما يجي فؤاد بيه. انا هو فؤاد بنفسي. فؤاد فؤاد بس ارجوكم، انا ما احبش حد يتحجج بيا ولا حد يقطع في فروتي. اتاخرت كده ليه يا فؤاد؟ وصالك يا كذاب. الله انت هنا يا فوفو. ما كلمنيش، انا زعلانه منك. الله ولماذا انت زعلانات؟ عندها حق، بقى تيجي هنا ولا تروحش في البارتي بتاعها، مع اننا كلنا كنا منتظرينك. وبردون بردون، اصل بابا كان فاتيجيه تعبان شويه. معذور يا اخواتي، اسالونا انا. ايوه اسالوها هي وسيبوا موا انا. ويطلع مين الفؤاد بيه ده؟ واحد غني وعاجب بابا وماما وعايزين يجوزوهولي. غني؟ تعرفي انه مش بطال. اعتدال انت بتقوليها من قلبك ولا ايه؟ مفيش لزوم يا سيدي. اقدم لك نرجس بنتنا. قول لا لا كلبتي عربي من فضلك، ما يفهمش الله عربي. اقصد انك في منتهى الجمال يا مدموزيل نرجس. اولا نرجس اهي مش انا، سلامة نظرك. ايوه فعلا انا اعمى، انما زي بعضه يا ستي، هي نرجس انت فلة. نرجس وفل، تكونش حضرتك بتشغل جنايني. ايه مش يلا يا جماعة البوفيه بقى؟ فؤاد خد درع نرجس. حاضر اتفضلي. اختي العزيزة اعتدال، لا تعتبي على تقصيري في زيارتكم يا اعتدال، فأنا مشغولة بمعدات زفافي القريب إلى فؤاد بيه الذي تمت خطوبتي له ورضيتها عن طيب خاطر لكي تسعدي بحب دائم مع محمود. رستم في خدمات حضرة خانم عوامر كريم. وصل الجواب ده حالا لاعتدال هاني. نافذ إرادات فندم. ست ست مين؟ والله ما اعرفش، هتشوفوا حضرتك في الأوضة بتاعتك. ميرسي يا خبر. افتكر هتزعل لما تسمع. ايه نرجس جرى لها حاجه؟ ايوه هتتجوز. تتجوز؟ تتجوز مين؟ واحد اسمه فؤاد بيه. غني طبعا. محمود اوعى تفكر ان نرجس تبيعك بالمال، نرجس بتحبك، ولو خيروها بينك وبين المال اللي في الوجود كله ما تختارش غيرك. انما ايه؟
أنا حصرحك بكل شيء. نرجس متصورة إني أنا بحبك يا محمود، وعشان ما هي عايزة تسعدني عايزة المسكينة تشقي روحها وتدوس على قلبها وتمشي من طريقنا. لكن انتي؟ أنا أكون كذابة لو قلت إني مش بحبك يا محمود، لكن حبي لها أكتر، ويستحيل أقبل التضحية النبيلة دي اللي تجني عليك وعليها. اعتدال، انت كبرتي في عينيا، أنا ماليش أخت، لكن أنا هعتبرك من دلوقتي أكتر من أختي. وما ضمن أخواتي يا محمود، لازم نتعاون سوا عشان نخلص نرجس من الجوازة دي. اعتدال، اعتمدي على الله وعليا، أنا هعمل رابع المستحيلات علشان أمنع الجوازة دي. أنا ما بحبش وحقول حبيت، ويا قلبي يا قلبي عالصبر نويت، وحقول حبيت وأنا ما بحبش. وانا قلبي حزين واقول يا قمر هلي، انا ما بحبش وحقول حبيت وحقول حبيت وانا انا ما بحبش. كلمته هي يا فندم، لازم سرعات لي فساتين زفاف اسمات له نرجس خاني. كويس قوي، والرشيد بتاع الموبيليا كل شيء عالي يا فندم. طيب عاد روح انت شوف شغلك بقى. هس اذا انحصرتكم في فاهد كلمه. ايه يا ترى؟ لمناسبه زفاف ميمون كريم اسمات له نرجس خانم محفوظ بعنايه الله، انا كان لازم البس بدله جديد. لا يا رستم، انت جمدت قوي. ايه يا فندم؟ كان لازم البس 100 بدلات، 1000 بدلات،
كريمة يا حضرتي مبجل يعظم جوزل نرجس خاني. الله يجازيك يا رستم. حاضر كل اللي انت عاوزه، مفيش حاجة تغلى على فرح نرجس أبدا. تشكري الدارمة. وأنا يا ست درية أبو العروسات، مش لازم كمان واحد بدلات؟ أمال يا فندم، بوسات وبدلات وكل اللي انت عاوزه. ده 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 ايه البوس الحامل اللي طالع من جوه قلبك الفرحان؟ امال يا ستي من قدك ام العروسه. فؤاد ده مالوش صباح اي حاجه؟ اهلا فؤاد بيه. صباح الخير مدموزين نرجس. انا نسيت ايه مش عارف ايه. ايوه افتكرت، تعالي يا دريه ساعديني في ال اساعدك في ايه بس؟ في القميص بتاع الزرار. في ايه؟ في الزرار بتاع القميص. طيب. انا شفت حلم وكنت لابس كده اصفر واخضر وابيض ورمادي ولبني كده، يعني كده فيا ملامح من البغبغان، وكنت راكب عربيه قد كده من بتوع الاطفال، وكانت بتجرني كماريره جميله قوي قوي قوي. تعرفي مين هي؟ انت. استئذان افندي حضرتكاني. نعم. في ايه؟ موجود برا فاحل افندي اطلب مقابلات، اسمه محمود افندي. محمود خليه يتفضل. عمري كريم حضرت خاني. اظن انا دلوقتي ملياش لزوم، مش كده؟ اتفضل. لا لا خليك، انا محتاجالك. كمل لي حكاية الحلم اللطيف. يا سلام عليك وانت لابس احمر واخضر وابيض واصفر تمام زي البغبغان اللي كنت بتكلمني عليه. محمود. نرجس، ايه الانبساط ده كله؟ تكره انها تكون مبسوطه؟ ايوه، انت تكره انها تكون مبسوطه؟ بالعكس، بس يكون على حقيقه. لكن انا شايف انت حر تشوف اللي يعجبك، لكن انا اؤكد لك اني مبسوطه مبسوطه مبسوطه. انا سيد اقدمكم لبعض، حضرته فؤاد بيه خطيبي. ايه ده خطيبك انت؟ تشرفنا. اقول لك الحق، انا ما تشرفتش. مش ضروري واحد زي حضرتك يتعرف بواحد زي حضرتك. اخرس. تعرف انك بردون، سامحني مقدما انك قليل الادب. تعرف اني ولا مؤاخذه هكسر دماغ حضرتك. لا، انت لازم تفهم، لازم تتنبه. انا دمي ابتدى يفور يفور. انت فيه دم عشان يفور ولا يغلي؟ محمود ما يصحش ابدا، ازاي تهين خطيبي؟ خطيبك انت لسه بتقوليها؟ ايه مش مصدق؟ مش ممكن اصدق. السحر ده، الرقه، الجمال، مش ممكن يقع فيه. نرجس، انا جاي مخصوص علشان اقولك ان التضحيه اللي انت ناويه تعمليها علشان تشقي نفسك وتسعدي واحده غيرك. ارجوك مفيش لزوم للكلام ده. لا فيه لزوم قوي. انت لازم تفهمي ان لا انا ولا الانسانه التانيه هنقبل التضحية الأليمة اللي انت ناوي تدفعي ثمنها غالي من حزنك ومن تعاستك. انا مش فاهمة حاجة من الكلام ده. لا انت فاهمة قوي، بس لازم تعرفي ان مش ممكن الجوازة دي تتم. اوروفوار يا مقطف. اوروفوار يا ايه مالك؟ ايه مالي؟ ايه عمال يقول يا مقطف واعمل ايه دلوقتي؟ انا اقول لك تعمل ايه؟ ايه شايف المراية دي؟ ايوه. تقف قصادها وتضحك على المقطف اللي جواها. حاضر. ايه انا مقطب وانت ايه؟ طيب من فضلك. اه. حضرتك فؤاد بيه مش كده؟ لا انا مقطب بيه. اه. ايوه ايوه انا فؤاد بيه افندم. ومين حضرتك؟ انا اخت اختي. اخت ايه؟ اخت اختك؟ ومين تبقى اختك؟ نرجس. نرجس. انا كمان بقول ايه الريحة الحلوة دي افندم. نعم يا ست اختي نرجس، انا عندي حكاية مهمة جدا عايزة. اذا سمحت احكيها لك. انا ما عنديش مانع. يا ست اختي نرجس. افندم بقى انا. ايوه. مش احسن نتمشى شوية؟ نتمشى بس، ده احنا نجري نرمح اي خدمة. اتفضلي. ايوه اتفضلي. حكيتولك زي ما هو، اظن كسرتلك دماغك. لا بالعكس، ده انت كسرتيلي رجليا. انت ما قلتليش احنا فين دلوقتي. شوف قد ايه جمال الطبيعه. شوفي قد ايه جسمي اتبهدل من المشي. يا مسكين انت تعبت. طب يلا نقعد. ايه صعبت عليكي؟ ايه صعبت عليكي قوي قوي قوي؟ وانا كمان صعبت على نفسي قوي قوي قوي. لكن انت ما قلتليش احنا فين دلوقتي. زهقت مني.
ايه السؤال البايخ ده؟ هو صحيح بايخ بايخ، انما يعني خلاص انا ما عدتش اسالك احنا فين دلوقتي عشان انا عرفت احنا فين دلوقتي. صحيح بذمتك ابارول دونور، يعني ما دام احنا سوا نبقى في الجنه. يعني مبسوط؟ عفي عفي عفي. ومش تعبان؟ هتعب من ايه؟ انا مستعد امشي معاك لغايه اسوان. الله إيه؟ احنا سرحنا. سرحنا سرحنا كده يجي 15 كيلو مشي. سرحنا عن موضوعنا يعني، الحل بقى قول لي الحل ايه؟ الحل ايه؟ انا اقول لك الحل. تقول لي الحل تقول لي الحل، بقالك ساعه لو قلت لي لا حل ولا رفض. لازم نعجل بجوازهم اوام. كويس، وكل ما قدمنا يوم كل ما كان احسن. ايه رايك في الاسبوع الجاي؟ الاسبوع الجاي ايه؟ ايه رايك انت ببكره؟ بكره؟ طب وهنطبع الدعاوي امتى ونعزم الناس امتى؟ خليها بعد بكره. بعد بكره؟ والله فكره، بعد بكره الخميس ليله الجمعه تبقى ليله مبروكه. دي هتبقى ليله ما يعلم بها الا ربنا. ابقى انا موجود في الدنيا ونرجس ترمي روحها في النار بايدها؟ والنبي ما بقى عوامه ان حصل كده. عوامه؟ ده انت ما تقيش فلوكه صغيره حتى. انا وياكم مقايس عن كل شيء، قطع رقبتي وحطيتها على كفي. بس قولولي ايه التوضيب؟ ايه الترتيب؟ يلزمنا اول، يلزمنا عافيه، يلزمنا جهنميه، يلزمنا حراميه. بس لو كنتوا بتطوعوني ارتاحوا انتوا. يا برودك يا بنتي. لا اقطع لسانك يا اخي، جات قطع رقبتك. شاهدين حقكم عليا انتوا الاثنين، ابوس ايديكم ابوس رجليكم. النهارده الخميس، النهارده الفرح الفرح. انا جاي مع البيت. ايوه معايا انا، سيبه. عدم مؤاخذات يا فندم. لا مؤاخذات ولا عطيات، وصله فوق عند ست نرجس. اتفضل يا فندم. الله يجازيك، مسبوك في اللبس تمام زي بتوع البنوك. اوامر يا فندم، ابو الفرج دي لازم يوصل جناب شيال معه هديات. ولا يكلف نفسه بالهديه دي. لازم ابو الفرج بي دي جاني كتير اعطيك قروش. خليه يدخل. بينا يا فندم. ايه ده؟ محمود. ايوه محمود. محمود اللي مش هتعرفي تتخلصي منه ابدا، اللي مش هيفرق. يا ندمتي، انت اتجننت ازاي دخلت هنا؟ جاي علشان امنع الجوازه دي. احلف لك واختم لك انها مش هتتم. وانا قلت هتتم، يعني هتتم من رابع المستحيلات. لا هتتم هتتم هتتم، وارجوك دلوقتي تنزل من هنا حالا حالا حالا. مش نازل مش نازل مش نازل. هزعق واصرخ واصرخ واصرخ. ما تقدرين؟ اقدر. طب وريني كده اهو. سيبني سيبني. لو سبت الباب يخبط. خليه يخبط. افتح لهم. وليه تتعبي نفسك؟ افتح لهم قلب. محمود ما تبقاش مجنون. حبيت اكون عاقل ما رضيتش. نرجس نرجس. ايوه يا ماما، لو سبتي هقول لها ايه دلوقتي؟ طيب
هزعق وزي ما ترسي. يا ماما انا تعرف لك كملتي حلمي نفسي من هنا. صحيح هتنقتي من رقبتي لكن هتيجي النيابه والبوليس والاسعاف، بدل ما تكملي الفرح هنا هتكمليه في البوليس واديني عقلك بقى لما تطلع لك عفريت. لا لا يا محمود حرام عليك ما ترميش نفسك. نرجس افتحي يا نرجس. ايوه انا نازله يا ماما بس ملخومه ملخومه. يا حبيبتي يا نرجس. وبعدين في الغلب ده خلاص خلاص بتلبس خلاص. انا مش بقول عليها بقول على العريس. مال تتصوري انه لحد دلوقتي لسه ما جاش؟ ما كلمتوش في التليفون؟ قالوا لي انه نزل الساعه 4. طب والناس قلقانين وكل اتنين في ودن بعض. خلي العوالم ترقص تغني تعمل اي حاجه تضيع الوقت. رقصهم يا ستي انخلع وسطهم من الرقص. هم هيرقصوا كم مره؟ الحمد لله اهو. جريه فؤاد بيه. ايه ده يا فؤاد بيه حرام عليك نشفت دمنا. مفيش وقت للعتاب. رستم فندم قول لستك نرجس هنا مستعجلها اوام. حاضر يا فندم. خد اسمع يا يلا يا فؤاد بيه اتفضل. على فين؟ على المأذون اللي مستني من الصبح. ومستني علشان ايه؟ اصلهم لسه ما يعرفوش ان انا اتجوزت. اتجوزت؟ ايوه اقدم لكم عروستي. مين؟ انا مدام فؤاد بيه. عمان ايه مالك في ايه؟ مصيبات فضيحات فضيحات على دماغك في ايه؟ عروسة كريم نرجس خانم مالها؟ مش موجود هرب. مش موجود؟ ازاي راحت فين؟ راحت تتجوز. تتجوز تتجوز مين؟ اللي بتحبه بيحبها محمود. محمود؟ محمود محمد زيد عمرو الاسامي انا ما تهمنيش، انا تهمني سعادتها وبس. احمدك يا رب. اهو كده. هو انت دلوقتي تبقي الام العاقله الحنينه اللي ما بتفكرش الا في راحه بنتها وبس.